الذين يصرفون على العديد من العائلات لا نملك إلا سواعدنا، لا بد أن يكون لنا موطأ في مجال التنمية النظيفة، في مجال المطالبة بالصناعة بمؤسسات تجعل مدينتنا قادرة بالفعل على أن تتفاعل داخل محيطها الجهوي بصفة كاملة. لذلك هذه المهمة ليست بسهلة على التمام، يتطلب رجالات أكفاء مخلصين جربتموهم، فهؤلاء الناس لهم ضلع في التعمير في الهيكلة. اسألوا ما هي المدينة في المغرب التي قامت بهيكلة 15 حي في الهيكلة؟ اسألوا تمدغوس، اسألوا بوتيني بخمسة ديالو، اسألوا الدودروبا، اسألوا الدول العرب التي انهينا بإمكانيات ضئيلة جدا تهيكلة. سنشرع في تجهيزها بحول الله في إطار برنامجنا لتهيئة المدينة، سياسة المدينة. الناس قاموا كذلك ببحث ووضع أرضية للإنصاف الجبائي لحماية الضعفاء من ضغط الجبائي الذي يمارسهم في بعض الأحيان. ناس كذلك جربناهم في نظافة المدينة. أذكركم أيها الإخوان الأخوات أن مدينتكم هي المدينة الأولى في المغرب التي فيها الحياة، نسبة الحياة في قمتها بسبب مناخها ونظافتها وحسن استقبال وبشاشة وكرم ضيافة ساكنتها وتنوع ساكنتها. كل هذه الشروط المجتمعة في هذا المجال يصعب أن تجدها في مجالات أخرى. هذه قيم لا بد أن نحافظ عليها وأن ننميها. اسألوا نساءكم كيف كانت نساء اللاتي يشتغلن بالجماعة المحلية في كل المجالات. لست هنا أن نسرد عليكم ما قدمه كيفية اشتغال كل واحد ممن كانوا في الجماعة، أنتم تعرفونه جيدا. الذي أريد أن أقول لكم حتى أترك الكلام لأمين العام سيد محمد نبيل بن عبد الله، أقول لكم بأن موعدنا يوم الخميس القادم لنتذاكر في برنامج الذي هيئناه لهذه المرحلة، وأن نشارككم فيه وأن نطبقه مع جمعيات أحيائكم، معكم في المجالس الاستشارية، معكم بتشارك الذي ولفتم معنا. قد نكون صارمين في بعض الأحيان، ولكن لمصلحتكم، لمصلحة الجميع، لأننا نلتقي في المصلحة العامة، نضيع مصالحنا الخاصة من أجل مصلحة عامة، لأن هذه المصلحة هي اللي كتعطينا مصلحة تنمي مصالحنا الخاصة، فالحوار سيبقى بيننا. فلذلك لا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أقول فقط أن الظرف الراهن أو المرحلة الراهنة تفرض علينا وظائف ومهام جديدة علينا القيام بها. لنا تراكم يؤهلنا للارتقاء بأدائنا وبمنجزاتنا إلى مطمحنا الذي تحدثت عنه في نظام يتحول من نظام محلي عتيق إلى نظام جديد منفتح يجتمع داخل فضاء ترابي جهوي يتناغم من أجل بلد قوي من أجل مغربنا الحبيب. وشكرا لكم. شكرا للرفيق الكاتب أو الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية الرفيق محمد نبيل بن عبد الله الذي يحضر معنا اليوم. تعرفون جميعا مكانته الوطنية، تعرفون نضاله، تعرفون عمله، تعرفون سموه، تعرفون قدرته على الإبداع، تعرفون أيضا فن القيادة والريادة الذي مارس به مسؤوليته كأمين عام لحزب التقدم الاشتراكي. الرفيق محمد نبيل بن عبد الله
عندما يخاطب ساكنة تكزنيت، فإنما يخاطب فيكم ما يجمعكم وإياه من خصال السمو، من خصال العمل الجاد، من خصال المعقولية في كل ممارساته. الرفيق محمد نبيل بن عبد الله عندما سيدعونا للتصويت على الكتاب بنعم، فإننا وإنكم يا ساكنة مدينة تكزنيت ستستجيبون، فلنستمع جميعا إلى كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوات العزيزات، الإخوة الأعزاء، ساكنة هذه المدينة المجيدة مدينة تكزنيت اللي كتحتل في هذه الجهة مكانة مميزة خاصة، ولكن اللي كتحتل كذلك في قلوبنا نحن المغاربة على امتداد التراب الوطني كتحتل مكانة الصمود، مكانة التصدي، مكانة المقاومة، مكانة الشموخ. كلكم في هذه الساحة من نساء ورجال وشبان وشابات تعكسون ذلك، وتتأكدوا بأنه في هذا المغرب اللي هو وطننا جميع، الجميع يقدركم، والجميع عندما يستمع إلى مدينة تكزنيت راه عندها واحد النبرة خاصة وعندها واحد المكانة خاصة. ولذلك اعتبرنا أنه من واجبنا في حزب التقدم والاشتراكية أننا معكم نشركوا هذه اللحظة، وأننا معكم نضموا هذا التجمع الخطابي الذي نريد منه أننا نقدم لكم المرشحات ديالنا، المرشحين ديالنا، أننا نقدم لكم حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، أننا نقدم لكم واحد الحزب اللي على مستوى مسيرته الوطنية من الضروري أن نعترف له بأنه بعد 70 سنة من النضال ها هو اليوم وسع الحضور ديالو بشكل لم يسبق له مثيل في مختلف الأقاليم، في مختلف العملات، في كل المناطق ديال هذه البلاد، وسأعود إلى ذلك. ولكن اتركوني في البداية أنني انطلق معكم من واقعكم، من حياتكم، من مدينتكم، من تكزنيت، لكن كذلك من إقليمكم وعدد ديال الجماعات اللي كيسيرها حزب التقدم والاشتراكية، وعندكم تلة ديال المناضلات والمناضلين هنا اللي حاضرين معكم واللي كيتقدمون أمامكم. يمكن تنتقدونا، يمكن تنتقدوهم، يمكن تقولوا ما حققناش كل ما تريدونه، وكنعلموا بأنه مازال خصاص، مازال انتظارات على مستويات متعددة. لكن عندما ننظر للتجربة ديال 12 سنة اللي قادها رفيق عزيز علينا وعزيز عليكم الرفيق عبد اللطيف عمو، وعدد من الشرفاء والوزهاء اللي حاضرين معاه، البعض منهم في هذه المنصة والبعض الآخر هو جديد يترشح أمامكم لأول مرة، أريد أن أقول لكم من القلب ماشي بديماغوجية ماشي بالكذب، أمامكم نزهاء شرفاء، ناس نقيم على رأسهم هذا الرجل هذا 12 عام هذه وما كيديروا هذه الجماعة، ما عمركم سمعتوا عليهم لا فساد ولا تورط ولا نهدي المال العام
ولا انهم استفدوا من وضعيتهم ولا انهم اغتناوا. هذا الرجل كما عرفتوه والمناظرين الاخرين هذه 12 عام ها هو باقي في صفته بمبادئه بقيمه بحزبه اللي عمره ما بدلو، سير هذه المدينه واعطى ما كان بامكانه ان يعطي وقدم لكم يوميا الخدمات اللي كان بامكانه انه يقدمها. هذا هو المعقول اللي كان عكسوه اليوم، هذا هو الصفاء، هذه هي الجدية، هذا هو الوفاء للمواطنات والمواطنين. ما جايينش اليوم كنقولوا لكم أننا ندافع على تجربة اللي المواطنين والمواطنات ديال تيزنيت رافضينها، ندافع عن الرصيد، كندافعوا على أشياء اللي دارت. أنا كنعرف شخصيا هذه المدينة وكنعرفها قبل 12 سنة، ورجال ونساء هذه المدينة اللي حاضرين هنا أكثر من الشبان والشابات كذلك أنتم كتعرفوا هذه المدينة كيف كانت كيفاش ولات، فيها باقي مشاكل فعلا، عاصمة ديال المغرب الرباط فيها مشاكل، الدار البيضاء أكبر مدينة في البلاد مازال فيها مشاكل، ولكن هذه مدينة ديال تيزنيت تغيرت. اليوم يمكن أن نقول بأن هذه مدينة منظمة، هذه منظمة، هذه مدينة اللي عندها ملي كتدخلها كتحس خلافا لعدد من المدن الأخرى بأنها عندها تنظيم، بأنها عندها منطق، بأن هناك اشتغال، بأن هناك واحد الرغبة، واحد الطموح، واحد التصور من أجل أن الحياة اليومية ديال كل وحدة فيكم وكل واحد فيكم تكون منظمة، تكون في إطار اللي كيسمح أن الإنسان يعيش في بيئة سليمة، يعيش في مدينة اللي عندها هياكلها، عندها تصميمها، عندها أحيائها. تكلم الرفيق عمو عبد اللطيف على الاحياء العديده الكثيره اللي توسعات، لكن من الضروري انكم تعرفوا بانه عدد من المدن، وانا تجولت عبر التراب المغربي غير دابا، غير في هذه العشر ايام الاخرى اللي داز او ثمان ايام ديال الحمله، وذهبت الى عدد من المدن في الاطلس المتوسط، في تافيلالت، في الجوار ديال الرباط، عدد من المدن اليوم كتعرف واحد النمو متسارع، احياء نبتات، سكن عشوائي، عدد من الاحياء ما منظماش، ما فيهاش زناقي، ما فيهاش الضوء، ما فيهاش الماء، ما فيهاش التطهير. هذه مدينه اللي النمو ديالها صاحبوا مجهود حقيقي من اجل ان الناس اللي ساكنين في مختلف الاحياء يكونوا عايشين في هذه البيئه اللي هي منظمه وسليمه. هذا مجهود تبدل بالامكانيات المتواضعه ديال هذه المدينه، بالدعم ديال عدد من الوزارات التي قدمت امكانيات كذلك، ولكن بحرص فريق ناس غيورين حاملين ملفات كيمشيو يدقوا في الرباط، كيدقوا على هذه الوزاره وعلى هذه، واعرف هذا الرجل منذ سنوات، وماشي كنقول هذا الشيء لانه رفيقي وحبيبي وعزيزي، كنقولوا لان هذا هو الواقع، لانني عشت معاه بعد هذه الفترات بحكم انني مسؤول في حكومه، وكنت مسؤول في حكومه سابقه، وكنعرفوا كيف يدافع عن مدينته، كيف يشتغل، كيف انه عنده قدره انه يشغل طاقم معاه ديال الناس الشرفاء من حزبنا، حزب التقدم والاشتراكيه، ولكن كذلك كيف عنده طاقه ان يحتضن حلفاء اخرين باش يشتغلوا معنا وباش نجعلوا من هذه المدينه ما هي عليه اليوم. مازال مشاكل، مازال مشاكل في المدينه العتيقه، مازال دور آيلة للسقوط، الفيضانات الأخيرة كانت لها آثار سلبية، وهناك تأخر في معالجتها فعلا، هنا تحملوا مسؤولية لا كحكومة
ولربما كذلك كمجلس، هذا هدفنا، هذا دورنا. لكن تأكدوا بأنه كاين هناك حرص حتى في هذا الموضوع اللي طرحت باش يتم تسريع ديال التدخل ديال الدولة وديال التدخل ديال الجماعة من أجل أننا نحلوا المشاكل اللي موجودة واللي عدد من المواطنات والمواطنين كيعانيوا منها. لكن ندوروا شوفوا منذ مدخل المدينة إلى مخرجها أو منذ مدخلها إلى مخرجها كما بغيتي، وهي جايين جنوبا وغادي شمالا، يا جايين شمالا وغادي جنوبا، يا ممتدين نحو شرق هذه المدينة، كيف أنه هناك هيكلة، هناك تجهيزات، هناك معالم اللي اليوم كتهيكل هذه المدينة، هناك أمور اللي موجودة عندكم في هذه المدينة اللي ما موجوداش في مدن أكبر منها بكثير وعندها إمكانيات هائلة. هذه هي التجربة اللي أمامنا اليوم، ناهيك على 12 سنة من عمل ديال القرب، من الوقوف اليومي مع المواطنات والمواطنين، لما كيدقوا الباب، لما كيوجدوا مشاكل، كيوجدوا ناس إلى جانبهم كثر، البعض منهم هو مواصل التجربة، البعض الآخر ربما ما موجود شيء في التركيبة التي نتقدم بها، لكن هادو كلهم طاقات اختارهم حزب التقدم والاشتراكية بشكل ديمقراطي، ماشي احنا اللي قلنا لهم في الرباط ها هما اللي تختاروا، اختاروهم من داخلهم، من داخل الفرع الإقليمي، اختاروهم لكفاءاتهم، لنضالهم، اختاروهم لأنهم نساء، رجال باغين يضحيوا، باغين يواصلوا، باغين هذه التجربة يدافعوا عليها، وباغين طامحين أنهم يحصلوا على ثقتكم مجددا. كنقولها لكم بكل وضوح، لأنه عندنا علاش، وعندنا علاش نعززوا، وعندنا علاش نفتخروا. كنقولها لكم، نريد معكم مواصلة سير هذه المدينة. حزب التقدم والاشتراكية اللي قدم هذا الأداء يستحق منكم اليوم أن تواصلوا هذه التجربة، أنكم تدافعوا عليها، أنكم تصوتوا عليها، أنكم تجعلوا أن هذه التجربة تزيد تعزز وتزيد قوة. هذا خيار أمامكم، ونفس الخيار مطروح أمامكم على صعيد وطني. المغرب تقدم، المغرب خدم، المغرب استطاع أنه يحل عدد من الإشكاليات، لكن هناك باقي مشاكل كثيرة. تجولت كما قلت لكم في عدد من مناطق المغرب كنعرفها من زمان، ولكن عاود مشيت لها، مشيت لمناطق نائية، مشيت للحدود مع الجزائر الشرقية، مشيت للأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، مشيت للأطلس الصغير، وفي ذلك أجد عدد من الجماعات اللي باقي كتعيش مشاكل حقيقية، أجد مدن لا تستحق مثل مدينة تيزنيت أنها تحمل الكلمة ديال المدينة أو اللقب ديال المدينة. كيسيروها ناس ما عندهم أهلية، ما عندهمش كفاءة، ما عندهمش قدرة أنهم يسيروا هذه المدن. كيسيروها ناس إما جاءوا لظروف ديال الصدفة، إما مع الأسف جاءوا لأنهم فاسدين، مفسدين، خلصوا الفلوس، شراوا الضمائر، شراوا مواطنين ومواطنات باش يسيطروا على المدينة وباش يخدموا مصلحتهم، باش يخدموا مافيات ديال العقار، باش يدخلوا صفقات شخصية، باش يغتنيوا هما، باش كل واحد فيهم اللي البعض منهم كينزل بما فيهم عندكم في هذه الجهة وفي هذه المنطقة، وهم ينتمون إلى مدن أساسية مجاورة، جايين بالملايير، حاطين مرشحين هنا وهنا وهنا وهنا،
باغيين يسيطروا على هاد الجهة. منين جابوا هاد الفلوس؟ عاد البارح ما كان عندهم والو، كيف داروا حتى شكلوا هاد الملاير باش اليوم جايين بها كيشريوا هاد المرشحين؟ جماعات بكاملها شاريين فيها المرشحين، جماعات بكاملها. عندكم هنا في هذا الإقليم، في الإقليم المجاور والأقاليم المجاورة، كيف؟ ماذا تريدون؟ باغيين بهذه الطريقة تجعلوا أنكم تسيطروا على القرار السياسي، تسيطروا على القرار الجماعي؟ واش الجماعات بالنسبة لكم هذه الجهة اللي جاية؟ أيها المفسدون، أيها الفاسدون، هذه الربعة ديال الشفارة ماشي حاجة أخرى. واش باغيين تجعلوا ان هذه المنطقه كامله او جزء كبير من هذه السوس ماسه انه يولي تحت القبضه ديالكم باش تخدموا مصالح مصالحكم، باش كل واحد يدير التجاره المشروعه او غير المشروعه التي يريدها، باش كل واحد يستغل الاراضي اللي موجوده في هذه الجهه كما يريد، وينسى هاد الشبان، هاد الشابات، هاد النساء، هاد المواطنين، ينسى حاجياتهم، مطالبهم، حاضرهم، مستقبلهم. هذا هو الاختيار اللي أمامكم. قطعنا أشواط فعلا، واستطعنا في واحد العدد من الأماكن أننا نفرضوا المعقول، أننا نفرضوا المبادئ، أننا نفرضوا القيم، أننا نفرضوا الأخلاق، أننا نفرضوا ناس اللي حاملين الرغبة الجامحة في أنهم يخدموا بلادهم ويخدموا جماعتهم ويخدموا مدينتهم. لكن هناك عدد من المناطق اللي باقيين ناس اخرين عندهم اهداف اخرى. ما تنساوش هذا الشيء، ما تنساوش. يوم الجمعه 14 تنبير، لما تكونوا غاديين تصوتوا في صندوق الاقتراع، عرفوا راسكم بانكم ما كتصوتوش فقط كعمليه عابره، راكم كتصوتوا كترهنوا 6 سنين من حياتكم وربما اكثر. 6 سنين لان هي المده ديال الامتداد، ولكن 6 سنين هي كذلك اللي دار فيها بالنسبه لناس نزهاء بحال هادو اللي امامكم، راه غيشكل قفزه نوعيه اخرى باش يجيو اخرين عاوتاني 6 سنين اللي من بعد يعاود يبنيو. اما الا جاو فاسدين مفسدين، هذا الشيء اللي تبنى في 12 عام غيعاود يردكم الى الوراء بعشرات السنين، وغتشوفوا الفرق. انا ذاك اليوم حنا واجبنا كنديروه، حنا مستعدين تحاسبونا. كما قال لكم الرفيق عبد اللطيف وعمو، الا كان شي واحد في تجربه معاه خاصه في هذه السنين الاخيره او هو بنفسه، لا عندكم شي ملف، لا عنده شي حاجه ما يواخذنا عليها، يقولها لنا كنطلب منه يجي لهاد المنصه ويفضحنا. ولكن الاخرين ما يمكن لهمش يديروا هذا الشيء، لان عارفين بان كرشهم فيها العجينه، لان عارفين بانهم ما قادرينش يدافعوا على الرصيد، لان عارفين بانه الهدف ديالهم الوحيد ماشي هي خدمه الصالح العام، ماشي هي خدمه هذا الوطن، ماشي هي خدمه هذه المدينه والجماعات ديال هذا الاقليم وغير ذلك على مستوى امتداد التراب الوطني. هدفهم هو انهم يسيطروا لاغراض شخصيه، لاغراض مصلحيه، ما كيهمهمش مصيرك، مصير ولدك، مصير بنتك، ما كيهمهمش كيفاش غيخدموا غدا الشاب اللي قريتيه واللي دمرتي عليه واللي اليوم كيبحث على الشغل كيقلب على مصدر ديال الرزق. كيهمهمش هادشي، كيهمهم انهم يواصلوهم سيطرتهم ويدافعوا على مصالحهم. فنحن بدفاعنا من بعد 70 سنة ديال النضال، لما كنت كنتجول في هذه المناطق كلها، هذه تجربة من أول التجارب، مدينة تيزنيت من أول التجارب اللي قادها حزب التقدم والاشتراكية، من أول التجارب اللي جعلتنا أننا نحتلوا رئاسة، وكانت قليلة عندنا لأننا كنا مقموعين، كنا مضطهدين. كان واحد الوقت حتى لما بدات الحملات الانتخابية أننا ننظموا تجمع بحال هكذا كان ممنوع علينا،
كنا كنجيو ما كنتكلمش على السنوات ديال الرصاص، بلاش ما نذكركم بهذا الشيء، بعيد الحمد لله طوينا هذا الصحه. نتكلم غير على هذه 20 عام 25 عام، كنا غير باش نديروا حمله، كنا مازال السلطه كتجي كتجري علينا، كيضايقونا، كيطلبوا من الناس انهم ما يترشحوش معنا. عشنا هذا الشيء كامل، ولكن استطعنا اننا نتجاوزوه، استطعنا اننا نفرضوا نفسنا، وبدينا ودخلنا للبرلمان، ودافعنا ودقينا وضربنا فوق الطوابل، وسمعنا الصوت ديال الشعب، سمعنا الصوت ديال الحق، سمعنا الصوت ديال الحريه، سمعنا الصوت ديال الديمقراطيه، سمعنا الصوت ديال العداله الاجتماعيه، سمعنا الصوت ديال المقهورين، ديال الفقراء، ديال المضطهدين، وكملنا وبدينا كنسيروا مدن من ضمنها تيزنيت. ولكن اليوم سيرنا عدد من المدن الاخرى بوجهنا احمر على امتداد التراب الوطني، ووسعنا نفوذنا. لما كنمشي وكنشوف كيف انه صحيح التقدم والاشتراكيه موجود في مختلف انحاء البلاد، في اعماق هذا الوطن، هذا عمل تحملنا فيه مسؤوليات، تحملنا فيه كد. اللي سبقونا كتعرفوا سمياتهم، علي عتا، الله العياشي، عزيز بلال، اخرين كثر، اسلام برقيه، ورموز التي تنتمي الى هذه المدينه السعيده، ومنهم السي عبد اللطيف عمو اللي هو من المناضلين الذي ينتمي الى هذا الحزب منذ عقود من الزمن، منذ عقود من الزمن. هذا ماشي جديد، ماشي جديد عليكم، ماشي جديد على النضال. بعد ما قمنا بكل ذلك نفتخر اليوم باننا متواجدين في كل هذه المناطق. علاش؟ علاش؟ ما تواجدناش بالفلوس، ما شريناش الناس، ما شديناش اعيان، والاعيان اصناف، كاين الاعيان اللي هما ناس وجهاء موجودين في منطقه وكيستغلوا الموقع ديالهم باش يخدموا لمصلحه المواطنين، وكاين الاعيان مع الاسف اللي كيختاروا انهم ينتميوا للمعسكر ديال الفساد، اللي كيختاروا انهم يخدموا لمصلحتهم الشخصيه وانهم يحافظوا على موقعهم فقط. حنا ما درناش هذا الشيء، حنا وسعنا حضورنا بتجربتنا، بكدنا، باشتغالنا، بقيامنا، باخلاقنا، بمبادئنا، برجالنا، بنسائنا، وبكل هذا الجيل اليوم من الشبان والشابات في كل المناطق ديال المغرب، مقدمين مرشحين 10,000 واحد، 10,000 وحده اللي قدموا لحزب التقدم والاشتراكيه. في 2009 كان استطاع فقط يقدم 4,000، اليوم قدم 10,000. عرفتي علاش؟ اولا لانه 2009 عرفنا في بلادنا قمه الفساد وقمه التواطؤ، واتحمل مسؤوليتي ونحن ننتمي الى حكومه، قمه التواطؤ مع حزب محدث عاد تخلق، داروا اليدين والرجلين بما فيه بعض رجال السلطه اللي اشتغلوا باش هذا الحزب يقدم اكبر عدد من المرشحين ويدي المرتبه الاولى في 2009، وحاولوا انهم يهمشوا عدد من الاحزاب من ضمن حزب التقدم والاشتراكيه. لكن اليوم نفتخر باننا ننتمي الى تجربه حكوميه، وانتم شاهدين على ذلك. لا اعتقد انه جا عندكم شي مقدم او شي شيخ قال لكم ايها المواطنين ولا عندكم شي حاله من هذا النوع قولوا لنا دابا اليوم يطير من بلاصتو، اليوم يطير من بلاصتو، لان هذه حكومه ديال الصفاء، ديال الشفافيه. هذه حكومه تنظم انتخابات نزيهه 100%. شرف لنا ان ننتمي الى حكومه ما نساهمش باي شكل من الاشكال في التزوير، في التعتيم، في محاولة تأثير على الإرادة ديال المواطنات والمواطنين. هذا شرف لنا كبير. اليوم هذا رصيد ينضاف إلى رصيد هذه الحكومة، وربما من الأسباب اللي جعلتنا نشاركوا في هذه الحكومة أنه اليوم الديمقراطية المغربية تتعزز،
الديمقراطية المغربية والبناء الديمقراطية تاع الزاز. وبذلك خصنا نواصلوا، خصنا نواصلوا هذا المشوار، ومن خلالكم، من خلال المجهودات اللي قمنا بها، نريد أن نتوجه لكل واحد فيكم وكل وحدة فيكم. فكروا ماليا، فكروا مزيان، وعرفوا راسكم اش كديروا، صوتوا على اللي بغيتوا، صوتوا على الناس اللي كيبانوا لكم نزهاء كتعرفوهم ماشي ما كتعرفوهمش. هادو اللي مرشحين لكم حنا هما، هادو اللي مرشحين لكم حنا ابناء مدينتكم، بنات مدينتكم، رجال ونساء اللي باغيين يوصلوا المشوار ويضحيوا معاكم ويضحيوا مع هذه المدينه، اللي باغيين يخدموا مصالحكم. غير بعدو، الله يخليكم، بعدو على الفاسدين، بعدو على المفسدين. ورا معروفين لاي احزاب ينتمون، راكم كتعرفوا وقادرين تميزوا. ايها الشباب، ايتها الشابات، راكم اليوم واعيين وعارفين اش وقع في البلاد، ولكم تاثير في اسركم، وراكم عارفين شكون هما الاحزاب الجاده، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكيه، وراكم عارفين الاحزاب التي تعتمد على الفساد، راكم عارفين الاحزاب اللي كانت كتسابق نحو احتلال المراتب الاولى في عدد المترشحين، ولكن استعملوا في ذلك الفلوس. كيجيو عند الناس كيقولوا لهم هاكو سيروا ترشحوا بسميتنا، كاين اللي شرى جماعه كامله بالترشيح، في الترشيح قال لهم هاكو شحال عندكم من واحد غترشحوه، ها هما سيروا رشحوهم. كاين واحد العدد ديال الناس اللي كانوا منتخبين في احزاب معينه وجاو عندهم وقالوا لهم هاكو سيروا ترشحوا باسم هذا الحزب. حنا ما دايرينش هذا الشيء، حنا جايبين امامكم ناس شرفاء نزهاء اللي باغيين يقدموا امامكم رغبه كبيره عميقه انهم يوصلوا هذه التجربه، مثل ما نريد اننا في مناطق اخرى نحتلوا مواقع جديده ونكرروا التجربه اللي كانت عندنا في تيزنيت او في غيرها من المدن والجماعات اللي سيرناها، بما فيها جماعات كما قلت في هذا الاقليم هذا. سنواصل اذا معكم هذه التجربه، وبغيناكم نهار الجمعه احنا بنقائصنا بسلبياتنا ما درناش كل ما يمكن اننا نديروه على مستوى الحكومه اللي كنساهموا فيها، كي خدمنا بزاف، عندنا امثله، سيرنا قطاعات، سيرنا الصحه، وتعلمون الرصيد رفيقنا الحسين الوردي، سيرنا الماء، وتعلمون في ظرف سنه ونصف رصيد وعمل رفيقتنا شرفة فيلان، سيرنا الثقافة وبعض المنجزات الموجودة هنا على مستوى هذا القطاع من خلال الثقافة ديال القرب، سيرنا التشغيل وقدمنا فيه كل ما كان يمكننا أن نقدموه ومازال، سيرنا السكنة وسياسة المدينة في جماعات عديدة متعددة بما فيها هنا وجماعات مجاورة، قدمنا كل ذلك، سيرنا مدن، وهي تيزنيت امامكم اليوم. هذا مجهودنا، هذا قلبنا، هذا توجهنا، هذه معركتنا، هذه ايادينا ممتده نحوكم بهذا الصدق، بهذا الوفاء، بهذا الطموح. واجبنا درناه في حدود ممكن، تحملنا مسؤولياتنا في حدود الممكن، فلكم كذلك ان تتحملوا مسؤوليتكم، ماشي غير حنا اللي خصنا نتحاسبوا، حتى انتوما في المعزل امام الصندوق خاصكم تحكموا ضميركم، خاصكم تعرفوا بانه هذا الحزب الذي ياتي امامكم بشعار معقول
برمز الكتاب من الرجال والنساء ديالو يأتي بهذا الطموح ويأتي بهذه الرغبة، ونلتمس منكم بوضوح أنكم تصوتوا عليه، صوتوا على المرشحات والمرشحين ديال حزب التقدم الاشتراكية، صوتوا على الرمز ديال الكتاب، وأن هذه المدينة تحتفل إن شاء الله يوم 14 تنبير، مساء 14 تنبير، ليلة 14 تنبير، لربما في واحد الساعة متأخرة، أننا نسمعوا بأن حزب التقدم الاشتراكية احتل المرتبة الأولى وضمن أنه يزيد يواصل التسيير ديال هذه المدينة. هذا ما نريده منكم، هذا ما نطمح إليه، هذا ما نريده على امتداد التراب الوطني. ثقتنا فيكم، واصلوا ثقتكم فينا وثبتوا على الكتاب. الله يقويكم، والله يجعلكم إن شاء الله دائمين شامخين في هذه المدينة وفي هذا الطريق وفي هذه الجهة.
Thank you.
Thank you.